السلام عليكم. ظهرت مواطنة مغربية تصرخ في مقطع فيديو بمدينة فلت احتجاجا على عدم استفادتها من المساعدات التي توزع في إطار القفة الرمضانية، حيث صرخت المواطنة وهي أم لأطفال صغار بأنها لم تجد ما تأكله رفقة أبنائها، قائلة ما عنديش باش نعيش أنا ولادي واش نمشي نطلب. وفي هذا السياق ورفعا لكل لبس، أوضح مصدر أن توزيع المساعدات في إطار عملية استفادة للمواطنين من قفة رمضان يمر عبر مراحل، مشيرا إلى أنه نظرا لبرمجة عدد كبير من المساعدات فقد جرى توزيعها بتفلت ليومين متتاليين. وأضاف المصدر ذاته أن السيدة التي ظهرت في الفيديو بمدينة تفلت استفادت من قفة رمضان في اليوم الثاني لتوزيع المساعدات. وأكد المصدر نفسه أن تصرف السيدة جاء لعدم استفادتها من المساعدات في اليوم الأول للتوزيع، بينما كان اسمها مبرمجا في اليوم الثاني وتتوفر على الوثائق المطلوبة. ما عنديش أنا ليا، ما عنديش واش نطلب. وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك. اجا شريف، اجا ماشي مشكل، لو حد شي في فيسبوك ماشي مشكل. لا اخويا انا وحطت راسي، ما عنديش ما ناكل، ما عنديش، هادو نعاودو، ما عنديش، عندي لما تشوفين ما عنديش.